أيوب 14، الإنسان خلفة الست، أيامه قليلة وشبعان تعب، يخرج زي الزهر وبعدين يدبل، ويروح زي الظل وما يقفش. فعلى زي ده بحلقت عينيك، وأنا جبتني للمحاكمة معاك. مين يخرج الطاهر من نجس؟ محدش، إذا كانت أيامه متحددة وعدد شهوره عندك وعينت عمره فما يعدهوش، فأثر عنه عشان يستريح لحد ما يفرح زي الأجير بإن يومه خلص. لأن عند الشجرة أمل، لو اتقطعت إنها تخلف تاني وما تتعدمش الأغصان بتاعتها، حتى لو إدم في الأرض أصلها ومات في التراب الجذع بتاعها، فمن ريحة المية تفرخ وتنبت فروع زي الغرس. أما الراجل فبيموت ويدوب، الإنسان يسلم الروح فين هو؟ تروح مية البحر، والنهر ينشف ويجف، والإنسان يرقد ولا يقومش، وما يصحوش لحد ما تزول السماء، وما يفوقوش من نومهم. يا ريتك تخبيني في القبر وتخفيني لحد ما ينصرف غضبك، وتحدد لي ميعاد فتفتكرني. لو مات راجل يعيش، كل ايام الجهاد بتاعي اصبر لحد ما يجي اللي ورايا، تنده فانا اجاوبك، تشتاق لعمل ايدك. اما دلوقتي فبتعد خطواتي، ما تراقبش الخطية بتاعتي، المعصية بتاعتي تقفل عليها في سرة وتتهمني بذنبي. الجبل اللي يقع بيبعتر، والصخر يتزحزح من مكانه، الحجارة تهرسها المية وتجري في السيول بتاعتها تراب الأرض. وبالشكل ده انت تفني أمل الإنسان، تغلبه على طول فيروح، تبدل وشه وتبعته، يتمجد ولاده وما يعرفش، أو يصغره وما يفهمش، لكن لحمه عليه يكتئب ونفسه عليه تنوح.